من هنا من مملكة البحرين ومن هذا المبنى المتواضع بدأت حكاية النجاح مع مصنع المحرق للمخللات. تم افتتاح المصنع القديم في عام 1997 للميلاد. والذي لا تتجاوز مساحته 300 متر مربع تم الانتقال للمصنع الجديد في مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد عام 2017 للميلاد، حيث تفوق مساحته 5200 متر مربع. تتميز عمليات التصنيع بمزيج من السرعة والجودة والكفاءة، كما تتميز المنتجات بنكهات شعبية بحرينية ومذاق طعم لا يقاوم. ورغم بداياته المتواضعة إلا أن المصنع استطاع اليوم أن يوفر أكثر من 200 منتج من كافة أصناف المخللات والبهارات والأجبان والصلصات والخلطات المبتكرة وغيرها. ويبلغ معدل الإنتاج السنوي من جميع المنتجات ما يقارب 200 طن موزعة على قسمين، 50 طنا للأسواق المحلية البحرينية و150 طنا كصادرات إلى دول الخليج العربي. مصنع المحرق للمخللات اسم عريق في عالم المخللات.